الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم إخوتي ورحمته وبركاته. يوم صيام مبارك إن شاء الله على الجميع. واليوم وددت أن أكلمكم بالأرقام والإحصائيات عن مسار مغربنا الحبيب في التلقيح على ضد كوفيد-19. كمغربي أود أن يكون كل واحد منا فخور بما وصل إليه أو ما فعله وطننا الحبيب بقيادة صاحب الجلالة وبرجال. أكتفي بذكر سمير مشهور، هذا الشخص الذي حقيقة شرف المغرب في هذه القضية، قضية البحث عن التلقيح، وهي معركة كبيرة بزاف، قليل منا يتخيلها. تخيلوا أن مثلا الطلب العالمي لعام 2021 هو 9.2 مليار جرعة، والإنتاج سيكون لسنة 2021 فقط 7.9 مليار. يعني كي كنقولوا حنا المغاربة، غير الشداد اللي ناضوا بكري هما اللي وصلوا للتلقيح. هذا أولا. هذا الشخص أنا بغيت نحييه لأنه شخص متواضع جدا، يجيبك. انا شخصيا عندي انا متبعوه وكذلك في الفيسبوك، و يعني تعجبني كثيرا، يعجبني تواضعه. فهو مثلا يجيبك على السؤال، يجيبك على التعليق، على كل شيء. وهذا شيء رائع لشخص يعني وصل الى هذه المرتبه وعنده انشغالات عظيمه جدا. نحن نراه الناس بسطاء، تعلق له على شي حاجه زوينه ولا شي حاجه ما يتسوقش لك. هنا الفرق، هنا الفرق. وهنا كنحييك خويا سمير، وكنتمنى لك مسيرة طيبة ونجاح، والله يكثر من مثالك. وانت مثال المغاربة اللي نجحوا ولم يديروا ظهورهم لوطنهم. انا دائما كنقول الناس اللي غالطين، الوطن ماشي اشخاص، الوطن هو الوطن. يمشي الوزير ويمشي البرلماني ويمشي الحاكم الكبير ويمشي هذا، ويبقى الوطن. حب الوطن ديالك يحترمك الجميع، وحتى الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. لأنه حب الوطن بحال حب الأم ديالك تماما. اللي يتبرع من والديه يقدر يتبرع من الوطن ديالو، والعكس صحيح. هذا الشخص أنا شخصيا كنحييه، وكل يوم كيزيد يكبر في نظري. هادو إحصائيات ديال اليوم جداد من عنده هو. كيقول بأنه صاحب الجلالة بالبصيرة ديالو، بالحكمة ديالو، كان من الأوائل السباقين في 2020 في شهر أبريل بالضبط، ما بداو المغاربة يديروا لي كوموند ديالهم. ودخل هذا الشخص بتوصية من الملك وجميع الأطر المغربية، من الوزير ديال الصحة وكل الناس المكلفين والدبلوماسية المغربية كلها، وتحركوا. ولله الحمد النتيجة كانت أنه حاليا المغرب، في هذه اللحظة اللي كنهضر معكم، المغرب عنده أن بورسونتاج كيحطوه كيخبوا ليه في الجرافيك، يكون هو الأول ب 11.47% تلقيح كلي. إفريقيا، هذا المغرب، افريقيا 0.36%، كندا 2.77%، معدل اوروبا 7.89%، ناخذ مثلا فرنسا 8.37%، المانيا 7.21%، امريكا الشماليه 17.28%، وروسيا 4.77%. اليس هذا ماشي داعي لانك تكون مفتخر بانك مغربي؟ هنا نفتح قوس لهذوك الناس اللي ما كتعجبهم حتى شي حاجه، من اصغر صغير داك الانسان البسيط اللي كيجرو شي وحدين كبار وكيبدا ينقل ويكريتيكي في بلادو. وبيان سير كيضحك فينا العديان هذه بطبيعه الحال، خصني نقولها بكل زعما مصداقيه. لهذاك اللي كيحسب راسو راه وصل وراه واعي وراه كيعرف يدير المعارضه. المعارضه هو انك تشوف حاجه زوينه وتقول هذه زوينه، كنعترف بكم وكنشجعكم وكنصفق لكم وكنرفع لكم القبعه كما كيقول. اما هذيك الحاجه اللي راه ما زويناش، وانا في نظري ها الحل، ماشي تعارض غير بلا بلا، لا اعطي حل، ها الحل اللي خصو يكون. هذه اولا. ونحيي اخوتنا المصريين اللي تيقول لك اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، وبصح عندهم امثله زعما ما تناقشوش عليها. دونك ملي تكون في البوست ديال المسؤوليه راه ماشي بحال تكون غير جالس برا وكتنقل، لكن تبغي تكون معارض صحيح يخصك تكون واقعي. ملي كتكون شي حاجه زوينه قول هذه زوينه،
وما يكون شي حاجه خايبه ويقول هذه خايبه وها كيفاش خاصها تكون، باش نقدروا كل واحد فينا بالتواضع ديالو بالامر البسيط. هذاك اللي كيشطب برا راه كيخدم الوطن، اللي خصنا نحترموه. وداك اللي كيهزنا في البيس ولا في الطاكسي ولا يدينا ناخذوا مصالحنا راه كيخدم الوطن. لولاه ما تمشيش انت للطبيب، وما نمشيش انا للبنكه، وما يمشيش هذاك الاداره الفلانيه، وما يمشيش هذاك يدي شي حد للطبيب ولا دونك هو راه كيخدم الوطن. لازم نحلوا عينينا على هذا الشيء. واللي كيقول كلمه زوينه طيبه بشروا على على قول نبينا عليه الصلاه والسلام ولا تنفروا. يا اخي الا كنت غتقول كلمه زوينه في هذا اليوتيوب قولها، ولا في فيسبوك. الا ما كنتش غتقول ما تقولش. انا كنشوف شي حنين كيجيب فيديوهات قدام غير باش يسيء الوطن. علاش؟ من اجل ماذا؟ شنو بغيتي تربح كراد؟ كون راجل نقد في الوقت اللي خاصك تنقد، وقف صحيح قدام الناس وقول كلمه الحق. ولكن خاصك تكون واعي بانك راه راك خديتي مسؤوليه ملي بغيتي تهضر. دونك بهاد المعدلات نختم. بغيت نعرف غير هاد الناس اللي مازال كاين اللي مازال تيقول لك هادي غير كذبه. سبحان الله العظيم. المهم الطلب العالمي لعام 2021 هو 9 مليار فاصل 2، والانتاج الحالي هو 7.9 مليار. بمعنى راه كاين واحد النقص كبير. وباش نرجعوا على ما كنا عليه، يعني ترجع الحياة الطبيعية، خاص يتلقى 80 حتى 90% من ساكنة العالم. وتخيلوا شحال المجهود. يعني كاين دول اللي حتى 2023 مازال كتجري مورا اللقاح. حنا ان شاء الله في هذا شهر ماي، ان شاء الله نهاية افريل وماي، ان شاء الله باذن الله غادي توصلوا بشي 13 مليون ديال سميتها ديال اللقاح، ومن بعد منها 5 فاصل شي حاجة من عند روسيا. بمعنى الا جاونا هادو جوج دفعات في شهر 8 سالينا مع لاكوت ديالنا وكنا بخير وعلى خير. بأمنا من العلم اننا دابا ما بين اللي ملقحين مره واحده واللي ملقحين جوج مرات راح وصلنا ل 9 المليون. يعني هذا شيء جميل. ومن علم انه كيجو حسب السيما مشهور سمير اليوم في الاخبار اللي عطانا، كاين واحد الاعداد بسيطة. يعني المغرب باش تعرف المغرب الحمد لله الشكر لله كاين ديك ديال 1000 و5000 كاع ما كيقولها، كاع ما كيطبل ليها المغرب بحال شي وحدين ويدير لها الاشهار. هادو كيستلموهم وصافي سير كمل الجرعات اللي باقيين. دونك يعني كمغربي انا فخور ما فعله الملك ديالي والحكومة والشعب المغربي اللي تجاوب مع هاد التلقيح. كنتمنى ان شاء الله تدوز الامور بسلام، لانه كل المغاربة كل القطاعات وخاصة القطاعات اللي عندها صلة بالسياحة كينتظروا هذاك اليوم المبارك اللي غتحل فيه المطارات باش الناس تخدم على راسها. إذا تضامنوا مع بعضياتكم وكل واحد فينا ولو بكلمة راه كيبني الوطن، باش تكون شوية واقعي مع راسك وخلينا من داك العبث وداك الشيء ديال التهالي. كنعاود دائما كنقدم نداء لدوك الناس اللي عندهم الكلمة مسموعة، بحال الانفلونسر باي طريقه، كنتي انفلونسر باي زعما دومين، كنتي شيخ مثلا، لازم توزن الكلام ديالك، لازم توزن الكلام ديالك اللي كتقولو سيرتو بخصوص هاد القضيه ديال الصلاه في المساجد. راه عندنا شباب ما نلومهمش في سن المراهقه متهورين كيسخن، وانت شيخ زعما ومعقول وهادي، وتجي دير ليه فيديو باش تخرجوا هو للشارع، انت جالس مع راساتك في دارك ودير وليداتك حداك وكتلوح شي حاجه في اليوتيوب، وهو كيتصنت ليها وكيسخن وكيمشي يخرج برا وكيدير شغب وكيدير مشاكل، وربما يقدر يتشد وربما يقدر يؤذي والديه، وانت تسببتي في كارثه ومشيتي تنعستي مع راساتك في السكون. لا، بشر ولا تنفر. فكروا وليداتنا، وعيوهم. المسؤوليه ديال المنبر راه ماشي سهله، راه ماشي سهلة تجي تلوح كلمة تلوح العافية وترجع للنور في شهر فضيل بحال هذا. نعلو الشيطان، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس البسطاء، اتقوا الله في الناس البسطاء، واتقوا الله في الشباب المتهور. راه هاد القضية ديال التراويح راه ماشي، راه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأمة معلم الأمة ما صلاهاش عباد الله. راه حتى العهد عمر بن الخطاب هو ماشي هو اللي امر بها، راه غير صلاوها وجاو عنده قالوا راه كيصليو، استحسن الامر وخلاهم. بمعنى الى مثلا داروا الاحكام، شوفوا الدول اللي استهانت شوفوا وين وصلت. ناخذوا مثال على خوتنا تونس، نوقع عليهم يعني كاع اللي استهانوا بهذا الامر هذا وحلوا شويه، راه حتى
تقول الله ما تبقاوش تعطوا للناس مبررات وتروح تصور لا حقه هنايا حفله خلاوها لا هنايا هذاك خلاوها باش يزيد الانسان. اودي الله يهديكم، راه شهر المغفره، تقوا الله تقوا الله، بشير ولا تنفر، خلوا هذا الامر يدوز بسلام، وان شاء الله بحول الله اذا كانت الامور هذه كما قلت لكم داز علينا شهر 5 وشهر 6 وكمل تلقيح في المغرب، غيولي المغرب على الاقل عندنا واحد النسبه ديال الحصانه مع هذا الوباء اللي الله سبحانه وتعالى بوحده اللي قادر انه يرفع علينا. تضرعوا الى الله في العشر الاواخر ونعلو الشيطان وما تدفعوش وليداتنا للتهلكه، والانسان يعرف شنو كيقول وزن الكلمه ديالو راه غادي سيحاسب عليها غدا يوم القيامه. كيف ما كنتي عندك تعب راسك راك بطل، راه اي كلمه خرجت منك في كتاب لا يغادر كبيره ولا صغيره. اي واحد بسببك انت مشى دار شي كارثه في الشارع وتاذى منها ولا تاذى والديه ولا اذى الغير ستحاسب عليها لانه انت كنت السبب بطريقه غير مباشره. نزول اهم جمله نختم بها، انا لست بوقا لاحد، انا مغربي وافتخر واعتز بمغربيتي الى اخر يوم في حياتي. الى جينا نهضروا على هذا الوطن وطاطاشي وطاطاشي، شوف الوطن ديالي انا، ما ديال لا الوزير الاول محترم ولا الوزير الفلاني ولا الحاكم الفلاني ولا العالم الفلاني العام الفلاني ولا شي حاجه. كان امن بلادي ما بغيتهاش تضر بولادها، علاش كنهضر بحال هكا؟ حتى واحد ما عطاني، حتى واحد ما دفعني، واللي عطاني ولا دفعني نتحداه اليوتيوب يجاوبني فيه با بروبليم. دونك انا كنهضر من باب الحكمه، الانسان خصو يكون رزين وحكيم في هاد الامور هذه. رمضان مبارك سعيد مرة أخرى، تحياتي للجميع وإلى لقاء قريب إن شاء الله بحول الله.